أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751 مليارا و900 و6 مليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 11691 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 2164 نقطة. وصعد كذلك مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، لسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها 64 قرشا للشراء، 15 جنيها 77 قرشا للبيع. كما سجل اليورو 17 جنيها و70 قرشا للشراء، 17 جنيها و85 قرشا للبيع، في حين وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيها 22 قرشا للشراء، 21 جنيها و40 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء، 4 جنيهات و29 قرشا للبيع. وسجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء، 4 جنيهات 20 قرشا للبيع.